اللهم اجعل في وجوهنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي حياتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. يا جماعة، ذكر ربنا بينور القلب والحياة، لأن الله هو النور، فإذا ذكرته يقذف من نوره في قلبك ووجهك وحياتك. سئل الحسن البصري: لماذا الذين يقومون بالليل، الناس اللي بتقوم تصلي بالليل، من أضواء الناس وجوههم كده منورة؟ فرد عليهم رد حلو قوي، قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا سلام، حلو قوي الذكر بتاع النهاردة ده، ذكر باسم من أسماء الله الحسنى، قليل اللي بيذكر ربنا بيه. يا نور نور صدورنا، يا نور نور وجوهنا، يا نور نور حياتنا. عيش بهذا الذكر وكمل بيه. يلا نختم واحنا بنذكر وبنقول: يا نور نور صدورنا.